الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيجب عند إقامة الحد أن تحضر طائفة. هل يكتفى بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة؟ المهم أنه فرض كفاية، متى ما قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. لكن قد يعلن في وسائل الإعلام، قد يعلن في وسائل الإعلام أنه أقيم الحد في جريمة كذا، أو أقيم القصاص في جريمة كذا. بعض الناس في وسائل التواصل يعلق تعليقات، تلك التعليقات تسيء إلى من فعل هذا الجرم بعد إقامة الحد عليه وانتهى أمره، سواء كان حد الرجم الذي هو الموت أو حد الجلد. فهنا ما أقيم عليه من حد لا يتبع بعده، لا يتبع بعده لا بحبس ولا بتعيير ولا بكلام، انتهى أقيم عليه الحد. فما يفعله بعض من الناس من أنه يتبع ويعلق تعليقات، هذا أمر خطير وجناية على هذا الشخص. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المرأة إذا زنت في أول أمر تحبس في البيت، ما تخرج حتى تموت، لكنه نسخ. وقال بعدها واللذان يأتيانها منكم، أي من الرجال والنساء، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني فآذوهما بالكلام وبالتعيير، لكن هذا نسخ. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لأنه ماذا قال عز وجل في الآية؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب الرجل، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة. فإذا هذه التعليقات يجب أن يتنبه هؤلاء لها فيكفوا عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز تحدث بعض القوم، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جيفة، فنادى من تكلم فيه فقال كلا من هذه. قالوا عفى الله عنك يا رسول الله، ويؤكل من هذا؟ قال ما نلتم من أخيكم الآن أعظم. هذا على افتراض صحته كما صحح إسناده ابن كثير رحمه الله، وهناك من يضعفه كالألباني رحمه الله. الشاهد من هذا أن هذا الحديث مختلف فيه في صحته، لكن مع هذا كما سلف فيه بيان خطورة من يتكلم ويعلق في وسائل التواصل على من أقيم عليه الحد.